نورت البيت يا عروسة. ما شاء الله تبارك الله. ممكن شوي بس عشان أشوف وجهك؟ على فكرة ظلموش لما قالوا إن أنت تشبهي القمر. أنت أحلى من القمر ألف مرة. شوي بس أشوف. خليك مكانك وانت بتقرب مني. انت عارف انه بيزوجني عليك بالغصب، ولا اني لا اشتك ولا طايقه اشوفك. هكذا يا بنت الاصول ترفع السكين في وجهي؟ ايوه، واذا حاولت افكر تقرب مني فبقتلك وبقتل نفسي. يلا اخرج اخرج من الغرفه. طيب 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 ممكن انت نامي على السرير وانا بحط فرش هنا ولا هنا وبنام في الارض. لا هني ما نام الا وحدي. يلا اخرج. طيب 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 خلاص خلاص خلاص. هكذا يا بنت مسعد من اولها. بسيطة بسيطة. سلوى سلوى سلوى، طيب جيبي بطانية وطراحة من أجل أرقد. سلوى سلوى سلوى، حالي صبر يشتي حالي صبر. الله عاد انت يا ضيف الليله، بكره ولا بعد بكره لنا خبر.